وجهت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن رسالة لصديقتها الممثلة جيسي عبدو لتواسيها فيها من بعد موت بي جيسي بسبب انفجار أنينة الغاز ببيته، ونشرت ماجي صورة بتبين فيها مع جيسي وقالت لها: فرحك فرحي وحزنك حزني، تخبي بقلبي يا صغيرة تترجع هالضحكة تزين قلبك ووجهك، وانت مؤمنة اختي وحبيبتي. استفز الممثل السوري ماكسيم خليل مرته الممثلة السورية سوسن أرشيد بأدائه شخصية غسان بمسلسل أولاد آدم، ونشرت سوسن صورة لماكسيم من المسلسل وقالت: بعد كل حلقة بدي شي ساعة لأقنع حالي إنه ماكسيم حبوب وهيدا تمثيل، وحرام ما لازم أشحطه برات البيت. ماكسيم رد على سوسن وقال: توسطولنا يا جماعة عند المدام، أنا وشنتي على الباب. تعرض الشاعر المصري أيمن بهجة قمر لحادث سير لأنه كان عم يتطلع على تليفونه هو وعم بسوق وما انتبه للطريق، وقال أيمن أنه الأضرار كانت مادية وهو بصحة منيحة، ونصح كل متابعينه أنه ما يستعملوا التليفون هن وعم بسوقوا. نشرت مصممة الأزياء اللبنانية دليدة عياش مرت الفنان اللبناني رامي عياش صورة لبنتهم أيانا، وكتبت دليدة تعليق على الصورة: بوسات من أيانا. متابعين دليدة حبوا الصورة كتير وبعتوا بوسات وورود وقلوب كتيرة لأيانا وقالوا إنها حلوة كتير. أثار حذف مشهد دفن ليلى من مسلسل البرنس واللي ماتت بسبب تناولها جرعة زايدة من المخدرات جدل كبير بين المتابعين اللي تساءلوا عن سر اختفائها فجأة وين راحت جدتها، وبيبين بهالمشهد رضوان اللي بجسد دوره الفنان المصري محمد رمضان عم يدفن ليلى على أنغام غنية للفنان المصري أحمد سعد اللي قال إنه سبب حذف هالمشهد هو لأن في نكد زيادة عن اللزوم. طرحت الفنانة شمس الكويتية سؤال على متابعينا عن المطرح اللي بدهم يروحوا عليه من بعد ما تخلص فترة الحجر الصحي بالعالم، وقالت شمس: أول مشوار لإلك بعد كورونا وين بتتوقع يكون؟ وجاوبت شمس على السؤال اللي طرحته وقالت: أنا بتوقع سافر على لبنان كرمال التصوير، وبعدين رح سافر على مدينة كان الفرنسية. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.